بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانيات المجربة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية واللهجة الثانية والرتبة العليا، من اندرجت النبيون تحت لواءه فهم منه وإليه، وصل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، إذا قدر الله وشاء واستفدت من الفائدة فضلا وليس أمرا، أسألك الدعاء والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على وضع الكل، يصلك كل فائدة جديدة مجربة بإذن الله. وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد. فائدة اليوم إن شاء الله هي خاصة بحرف الحاء، وهي خاصية جديدة وتصريف جديد لحرف الحاء، وهو بإذن الله بإخماد ثوران الشهوة بإذن الله. فإلى الفائدة، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حرف الحاء لإخماد ثوران الشهوة بإذن الله، وذلك مورد طبعا. نبذة بسيطة عشان اللي مش متابعنا، اللي ما كانش متابعنا، الجديد علينا، عدده الرقمي يساوي 8. وده في جدول الأعداد رفعه لك على القناة فيديوهات الشرط، ارجع له. احنا مستعينين بالله في الفايدة دي وبأسماء الله وبأيتين كريمتين من القرآن العظيم وبحرف الحاء. نبذة بسيطة يعني ايه إخماد ثوران الشهوة يا أبو محمد؟ يعني ده يصلح بإذن الله، يصلح لأبنائنا المتمسكين بدينهم والعفة والطهارة. يصلح للمسافرين مدة طويلة بعيد عن أسرهم. يصلح للمبتدئين الروحانيين في الرياضة والخلوة. خلاص كده عرفنا يعني ايه مغزى ومعنى كلمة حرف الحاء لإخماد ثوران الشهوة بإذن الله، كلام واضح. طيب، يكتب هكذا حرف الحاء
بسم الله الرحمن الرحيم. حاء، ويستنطق في كل حرف بكتبه. حاء 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 حاء. 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب، اسم الله حكيم. حاء 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 حاء. اسم الله حليم. حاء 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 حاء. اسم الله حنان. حاء 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 حاء. اسم الله حسيب. حاء 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 حاء. اسم الله حق. حاء 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 حاء. اسم الله حي. حاء 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 حاء. اسم الله حميد. حاء 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 حاء. اسم الله حكم. طيب، كتبنا اسم الله، كتبنا حرف الحاء 8 مرات، قدامه في المقابل بتاعه اسم من أسماء الله يبتدي به، يبتدي بحرف الحاء 8 مرات، وكتب 8 مرات. طيب، ده كلام محترم جدا. الآية الكريمة تكتب هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. دول آيتين كريمتين، آية 5 وآية 6 من السورة العظيمة سورة المؤمنون. الآية دي، الآيتين دول تكتب الآيات 3 مرات. طيب، أنا مضطر يا جماعة أكتب الشرح هنا، الشرح. هنا الشرح. واحد. طيب، نعملها في أي وقت يا أبو محمد؟ لا، مش في أي وقت. يكتب يوم السبت بعد صلاة العشاء. طيب، 2 بخور
جاوي زائد لبان ذكر، ويغلف بسلوتيب عشان العرق. السلوتيب اهو يا حضرات، اهو هو ده بكرة السلوتيب، اهي اهي البكرة العريضة، تغلفه كويس عشان العرق وعشان ما يبص العرق او المية او الرطوبة تبوظه. طيب ويحمل 3 يحمل على الجانب الأيمن على طهارة تامة فبأمر الله اعمل. اللي بقولك عليه ده بالطريقة دي، مراجعة بسرعة، قلنا حرف الحاء لإخماد ثوران الشهوة بإذن الله مجرب، عدد الرقم رقم 8. يعني إيه تفسير إخماد ثورة الشهوة؟ يصلح لأبنائنا الشباب المتمسكين بدينهم والعفة والطهارة، وللمسافرين مدة طويلة بعيد عن أسرهم في مكان بعيد بينزل كل 6 شهور كل سنة كده يعني، وللمبتدئين أيضا الروحانيين اللي لسه مبتدئ روحاني وداخل في رياضة أو داخل في خلوة، عشان إن شاء الله يأمن من الجناب عشان ما تبوظلوش الرياضة والخلوة بتاعته، لأن لو هو في رياضة أو في خلوة وحصل عنده جنابه باظت الرياضه او الخلوه باذن الله. ده شيء عظيم جدا. حرف الحاء 8 مرات، كل 8 مرات قدامهم اسم من اسماء الله العظيمه بكتبه بالطريقه دي. بعد كده الايتين الكريمتين ايه رقم 5 و6 من سورة المؤمنين، الآيتين دول هما اللي بيكتبوا 3 مرات، يعني بكتب الحرف بالطريقة دي مرة واحدة، وتحت منه الآيتين الكلمتين دول 3 مرات أهي، وبكتبهم يوم السبت بعد صلاة العشاء، لهم ميعاد معين، بخوره جاوة والبان ذكر، ويغلب بالسلوتيب. وورت لكم السلوتيب العريض ده في حالة لو مفيش شمع عندك. هو الشمع ده لا يضاهيه شيء، في عند العطارين شمع اسمه شمع احجبه، هم عارفينه شمع احجبه، لان ده عليه ماده بلاستيك، حاجه زي البلاستيك ده، لو غلفت بيه حاجه ورميتها في قلب البحر برضه زي ما هو ما فيش حاجه تاثر فيه. ده في المرحله الاولى، وهو بيتباع بالكيلو وهو رخيص الثمن. طيب ما فيش مش عارف تجيبه، واخد بالك، لو ان هو عند العطارين موجود، يبقى السلوتيب اللي وريتهولك اللي هو العريض، وتلفه كذا مره كويس عشان الرطوبه ما تبوظوش ويتلف وينتهي مع مفعوله. ويحمل على الجانب الايمن وتكون على طهاره تامه، ده كلام الله، ده يعني طهاره تامه تامه باذن الله. ادي عشان تثبت الفيديو وتراجع، ادي اهي من الاول خالص، وادي الشرح اهو، وادي الخاصيه، وادي المواصفات بتاعتها، وكل حاجه قدامك باذن الله رب العالمين. تمام اهو بالطريقه دي، وادي الايه الكريمه اهي. والى ان القاكم على خير إن شاء الله، مع فائدة جديدة مجربة للتواصل على الواتس من 10 صباحا إلى 8 مساء يوميا على الجمعة. وأستودعكم الله وفي أمنه وحفظه ورعايته،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.